أريد أن أنبه عليها سريعا. يا أيها الناس، من كان له مثل هذه الأمور فليتركها، فليتركها. فوالله إن في القطط ضرر كبير. أولا الجن يتشكل بالقطط، وانتبه كثيرا، فقد يكون هذا القط الذي في بيتك شيطان وأنت لا تدري، وهذا ثابت بالتجربة، وقد نص على هذا كثير من العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الجن يتشكلون بالقطط. المسألة الثانية رؤية القطط في المنام وكثرة وجودها حول البيت تدل على وجود أسحار في البيت، وكما قيل جرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. وكم من حالة وحالة لما بدأت ترش البيت انتهت عندها مسألة القطط وجودها في البيت، وحتى سماع المواء الكثير. القطط لها علاقة بالأسحار، خصوصا الأسحار التي تكون متعلقة بالحمل والإسقاط عند النساء. غالب البيوت التي تعاني من كثرة القطط في البيت اسألوهم سيقولون لك والله صدق، عندنا في البيت امرأة تسقط كثيرا، بيتنا مسحور. نعم نحن مصابين وبيتنا مسحور، بل اسألوا كثيرا من الناس، وقد وردتني قصص وأحاديث كثيرة كلها تحدثني على علاقة القطط بالأسحار، وكيف أنهم لما نظفوا البيت من الأسحار، هذا رأى قطة قد ماتت، وهذا كان يرى في الرؤيا نفس القطة التي يربيها في البيت وماتت، وهذا رأى نفس القطة التي في البيت اللي عنده تريد أن تؤذيه، وهذا واقع كثيرا. فانتبهوا أيها الناس، القطط ما نقول اقتلوها ولا أذوها، لكن تخلصوا منها بطريقة طيبة. أحاول أني أبعدها عن البيت. والله أني أذكر أني رششت واحد من البيوت والقطة ظهرت في مكان في السطح، حتى صاحب البيت تعجب قال كيف وصلت، مستحيل. ولما بدأت أرش على مكان السحر، والله وأشهد الله على ما أقول، أنها سقطت ثم ماتت، سقطت ثم ماتت. القطط ترى موضوعها صعب ولها ارتباط بالأسحار، وانتبهوا، فقد تكون هذه القطط تشكلت وهي ليست قطة حقيقية، هي جن تشكل على هيئة قط وهو خادم للأسحار، وهذا كثير وقد وقع كثيرا، بل إنني أشهد الله على ما أقول وقد ذكرتها سابقا، والله رأيت قطا بأم عيني هذه وسمعته بأذني يتحدث. وقد قصت علي امرأة منذ زمن قريب أن قطة تحدثت في بيتهم وقالت لهم لن أخرج ولن أترككم. فانتبهوا واتعظوا ولا تؤولوا أحاديث رسول الله تعالى على فهم خاطئ، فيخدعكم الشيطان ويدفعكم للاهتمام بهذه القطط زعما أن من اهتم بهذا أنه سنة أو أنه من فعل النبي أو أن من فعل هذا دخل الجنة. هذا كله خطأ وهو لبس من الشيطان. وكما قيل، أعيد كلامي مرة أخرى، جرب تجد تصديق ما قد ذكرناه، وستجدون في التعليقات من يعاني من مثل هذه الأمور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بابن الحبيب، وفي هذا المقطع الذي أرسلته إلي في زهاء 3:41، وهذا المقطع للغريب الموصلي، وهو له 2 سنة مرفوعا على الانترنت على اليوتيوب خاصة، وحن قد رددنا عليه في حينه. وطبعا هذا المقطع اعتمد على مجموعة من الأغاليط. الأغنوطة الأولى أنه يجزم بلا بد من إخراج القطط من البيوت، وأنها تسبب الأسحار، وأنها تفعل إلى غير ذلك. وحقيقة نحن عندنا أمر عظيم يقع فيه بعض الإخوة المتحمسين من الرقاة، وهو أنه لا يكون لديه العلم الشرعي النافع الذي ينزله على موضوع الرقية، ثم بعد ذلك يؤصل لأمور تخالف العلوم الشرعية، وبذلك يكون قد رد شيئا
من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يدري، وهو لا يدري أيها الكرام الفضلاء. طيب نأتي ابتداء الآن للأحاديث الدالة على تربية القطط وإكرامها. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي الحديث عند أبي داود من حديث عائشة، أن امرأة أرسلت لعائشة بهريسة وجدتها تصلي طعام يعني، فأشارت إلي أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت الهرة مش عائشة يعني من صلاتها، أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها بسؤرها يعني. خذ هذا الحديث الآخر أيضا عند البخاري، صححه الإمام البخاري وهو عند أبي داود، من حديث كبشة بنت كعب بن مالك. كعب بن مالك هذا الصحابي الجليل في قصته على الثلاثة الذين خلفوا، وكانت تحت ابن أبي قتادة ابن الحارث بن ربيعة زوجة يعني، فجاهم جاه حماها أبو قتادة رضي الله عنه وارضاه، فسكبت له الوضوء، وهذا في خدمة زوجة الابن لحماها، فأجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء يعني أمل لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه متعجبة يعني، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والرواية الروايتان السابقتان حديث عائشة وحديث كبشة صحم البخاري ودار قطني. فلما قال الطوافين عليكم يعني معناها يعني شبهها بالخدم الذين يقوم بخدمة المخدوع، فهي مع الناس في منازلهم وعند أوانيهم وأمتعتهم، ولا يمكن أن يتحرزوا منها. وفيه أيضا أن سؤر القطة من طعام وشراب أنه طاهر وليس بنجس، فبينت الشريعة ما يكون من ذلك، وبينت حرمة بيعها وشرائها كما في حديث أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس عن جابر، سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور يعني القط، قال زجر النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان الصحابي الجليل أبا هريرة، لأنه كان عنده هر يضعها في كمه، أنت أبا هر. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث ابن عمر قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، وهي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ثم بعد ذلك صاحب هذا المقطع يزعم أن الناس ما هي فهمة الحديث في تربية القطط. سبحان الله، الأئمة الأربعة لم يفهموا الأحاديث، شيخ بن باز، شيخ بن عثيمين، غير ذلك، هو الذي فهم هذه. التهوك كبير، سبحان الله، شيء عجيب. بل سئل الشيخ بن باز عن تربية القطط في المنازل فقال لا حرج إن كانت لا تؤذي أحدا، فلا حرج في الإحسان للقط في البيت إذا كانت لا تؤذي أحدا، من باب الإحسان لأنهم من الطوافين علينا والطوافات. بل وكره أهل العلم خصاء القطط وتعقيمها، الخصاء للذكور والتعقيم يعني نزلة الأرحام للنساء لإناث القطط، بل نهى الشافعية عن ذلك، وكرهه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، إلا لحاجة وإلا لضرورة. بل نقل ابن المنذر في الأوسط، هذا كتاب الإجماعات له، أجمع أهل العلم على أن اتخاذ الهرز مباح، وإن كان أهل العلم في مسألة البيع مثلا للهر بالنسبة للجمهور رحمة الله على الجميع على علماء المذاهب الأربعة أباحوا شراء القطط الأليفة وبيعها، ذكر ذلك النووي في المجموع شرح المهذب
وهو من كتب الشافعية وفي شرح على الإمام مسلم إلى غير ذلك. وذهب الظاهرية وبعض العلماء إلى تحريم بيعه وشراء لهذا الحديث الذي مر مع حديث جابر زجر النبي عن بيع ذلك. وابن القيم أيضا جزم بتحريمه في زاد المعاد، وبذلك أفتى أبو هريرة وهو مذهب طاووس بن كيسان ومجاهد بن جبل المكي. نعم، وقال وهو الصواب لصحة الحديث، لصحة الحديث. بل قال ابن المنذر أن البيع إن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي فبيعه باطل، فبيعه باطل نقلا عن الإمام النووي رحمة الله على الجميع. وعلته في ذلك أنه ضعف الحديث. وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح ممتع: اختلف العلماء في ذلك، منهم من أجازه وحمل الحديث الذي فيه النهي على هرز لا فائدة منه، لأن أكثر هرة معتد، لكن إذا وجدنا هرا مربى ينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر أن فيه نفعا، لأن فيه نفعا. وقالوا النهي هنا للكراهة، لكن الذي يترجع عندي والعلم عند الله أن بيعها حرام، وكما اختاره ابن القيم اختاره الشيخ بن باز واختاره شيخ الفوزان رحمة الله على الجميع لورود حديث جابر وحديث صحيح. أيضا المغالطة الثانية هي في مسألة أنه ينقل كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشياطين أو الجن تتشكل في ماذا؟ تتشكل في صورة القط الأسود. نقول والصواب بخلاف ذلك أيها الكرام الفضلاء. ونقول الشيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر مجموعة من الحيوانات تتشكل فيهم الجن، فقال في مجموع الفتاوى: وقد يتشكل الجن على صورة القط الأسود وغيره، لكن الغالب أن الشياطين الذين هم مردة الجن هم الذين يتشكلون على صورة القط الأسود وليس الجن المسلم الصالح، لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية، لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية، وفيه من غيره وفيه قوة الحرارة، هكذا قال شيخ الإسلام. لكنه قال أيضا رحمه الله، قال: والجن يتصورون في صورة الإنس والبهائم والحيات والعقارب والإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير، وفي صورة الطير وفي صورة بني آدم، كما أتى الشيطان قريشا في صورة سراقة بن مالك لما أراد الخروج إلى بدر، وكما روي أنه تصور له في صورة شيخ النجدي لما اجتمع بدار الندوة. إذن معناه لو كان الأمر كذلك حنقول ينبغي نأخذ كلام الشيخ الإسلام في كل حاجة. إذن معناها لا عد رعينا إبل ولا ربنا بقر ولا غنم ولا خير ولا كذا، صح ولا مو صح؟ وللأسف يعني هذا لقلة علمه حتى لما نقل على شيخ الإسلام لم يقل النقل التام الصحيح. وأنا أعجبني حقيقة لما رجعت لمقطعه في الإنترنت وجدت مئات الردود من الناس ترد عليه كما هو يزعم بالتجربة، أيضا ردوا عليه بالتجربة أنهم ربوا القطط في البيت اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فوجدوا البركة وجدوا النفع وجدوا الخير إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. الأمر الآخر رعاكم الله أن يذكر قصصا، وتعرفون الرقاة غفر الله لنا ولهم، هذا بالتجربة وجدناه وبالسند المتصل أنهم يتهوكون في ذكر قصص لا أزمة لها ولا خطم، هذا وجدناه فعلا. كثير من الرقاة غفر الله لنا ولهم يأتي بقصص لما نتتبع السند نجدها من الخيال، ليس لها إسناد وليس لها أصل أصلا، الغرض به دغدغة عواطف الناس، يجمع له مشاهدات ويجمع له زبائن حوله إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور. وأمور الشريعة لا تؤخذ بالتجربة رعاكم الله، أمور الشريعة إنما تؤخذ بقول الله وقال الرسول، ولا سيما أن هناك مسائل وهناك أحاديث صريحة في موضوع القطط. الأمر الآخر الرابع والخامس ما أذكر الآن في ترتيب ما ذكرنا، الأمر الآخر أنه أيضا يعتمد على الرؤى والمنامات، وهذا هو من علامات الإنسان اللي ما عنده علم
أن يعتمد على الرؤى والمنامات في تأصيل الأمور الشرعية. والرؤى والمنامات لا تؤصل بها الأمور الشرعية رعاكم الله. نحن نعبر الحمد لله الله يكتب الأجر والتوفيق، لكن ما نربط الأمور الشرعية يعني نؤصلها بالرؤى والأحلام. هذا من فعل أهل البدع والصوفية وأمثالهم الذين يتكئون على الرؤى والأحلام. أضف إلى ذلك رعاكم الله أمر عمت به البلوى من وجود القطط في البيوت. أكان يغيب عن النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي أن يحذر منها؟ ويأتي زيد من الناس لكي يحذر منها، يفتيت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال ربنا عز وجل تبارك وتعالى في لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفهم بلاغة رسالته. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال مالك بن أنس فما لم يكن في عهد النبي دينا فلا يكن في عهد غيره دينا عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يفعل رعاكم الله. النبي الذي لما دخل لم يدخل جبرائيل عليه فقال إن جروة عندكم موجود في البيت، فأخرج في الصحيح فأخرج فرفع النبي تحت الفراش لقى جروة فأخرجه. إنما لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. لماذا لم يوضح كذلك أيضا في موضوع الموضوع الآخر أنه أيضا تخرج القطط وهي تعم بها البلوى إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء؟ هذا كله من التخرصات وكله من التهوكات. بل أهل العلم يقولون موضوع أن القط الأسود ما يتشكل فيه، بعض أهل العلم يقول في ذلك، يقول إنما الذي يكون في مثل هذا إنما يكون في إيش؟ يكون هذا كما جاء في النص أن هذا يكون في الكلب الأسود كما دل الدليل. قالوا ما بال الأسود من الأبيض؟ قال الأسود شيطان، الأسود شيطان، فدل على ذلك. ولذلك ينبغي لا يفتح هذا الباب من الأبواب الوسوسة في مثل هذا، في مثل موضوع القط، ماذا القط الأسود، له أن الدليل قد ورد في ماذا؟ قد ورد في موضوع الكلب الأسود. ولا يمنع أن يتشكل مثلا جن في قط أسود أو حتى في غير القط الأسود، ما في حرج من ذلك. لكن الأصل هو خلاف ذلك. ولا ينبغي للإنسان أن يشغل بالقطط السوداء كلما رأى، لأن بعض الناس كلما رأها يستعيذ منها، يعني كلما رأى قط أسود فإنه يستعيذ منه. أولا نقول الاستعاذة من القط الأسود كلما رأى يعني هذا الفعل ليس فعلا مشروعا. لماذا؟ أولا هذا لم يكن من عمل السلف، فيعد من الأمور المحدثة. ما قال النبي كلما رأيت قط أسود استعيذ، كما أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم نهيق الحمار ونباح الكلاب فتعوذوا بالله فإنه يرى شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله فإنه يرى ملكا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل لها أن الكلب الأسود قال الأسود شيطان، قال الأسود شيطان. وإحنا قدمنا في الكلام أنه كما قال شيخ الإسلام يتشكل في صورة الخيل والبغال والحمير وهو إلى عن الجن، فمعناه كلما رأينا خيلا وبغال حين أن نفعل هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. وهذا يفتح باب من أبواب الوساوس أيضا على الناس. ولم يصف الشرع الأسود القط السوداء بأنه من الشياطين، إنما ذلك كان في الكلب الأسود البهيم الذي لا ما فيه أي لون آخر، وهو شر أنواع الكلاب كما قال أهل العلم الشيطان، يعني قالوا أنه من شر أنواع الكلاب وليس المرء، أنه من شياطين إيش؟ من شياطين الجن. ولما يسأل المشايخ ومن الشيخ الخفنان لما قالوا له يعني هل هناك دعاء يقال عند رؤية القط الأسود، قال هذا غير صحيح، الحيوانات السوداء لا تعتبر من الجن، هذه أم ومن قطط أم الكلاب، وهذه الأم فيها ألوان وأشكال، فالقطط من الأسود ومن الأبيض ومن الألوان الأخرى. لكن قلت ويكتفي بالدليل، يكتفي بماذا؟ يكتفي بالدليل وهو في مسألة الكلب الأسود كما دل الدليل من حديث النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل هذه الكلاب السوداء، وجاء ذلك في صحيح مسلم حديث جابر
النبي أمر بقتل الكلاب، قال لدرجة المرأة لو جات من البادية معها كلب قتلنا، فنهى النبي عن ذلك وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين لأنه شيطان. الأسود البهيم يعني خالص السواد، ذو النقطتين عنده نقطتان بيضاوان فوق عينيه، وهذا معروف يعرفه الناس. واختلف أهل العلم في كلمة أنه شيطان، منهم من قال شيطان يعني أنه شرير، مثل يقول هذا الشخص شيطان يعني شرير أو فاسد، قاله ابن عبد البر في التمهيد، وقاله بكر بن العربي في المسالك شرح موطأ الإمام مالك، وقاله أيضا صاحب مرقاة المصابيح. و منهم من قال المقصود بأنه من الجن أن الشيطان يعني معناها أنه حملوا على ظاهره أن الشياطين تتصور بصورة الكلاب إيش السود. النبي قال اقتلوا منها كل أسود بهيم، وذكر ذلك الإمام القرطبي رحمه الله في المفهم على شرح الإمام مسلم، وذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى كما مر معنا. إذن الحاصل أيها الكرام الفضلاء، نحن أفضنا في الجواب لأن هذا الكلام الذي قيل كان لابد فيه من التفصيل والتأصيل في مثل هذا. نسأل الله أن نترك التوفيق والسداد. اللهم ارحم أبي وأخي عمي وجعل المسلمين والأراضي تحفظ ولد ورزق لبرا يا رب العالمين. تم تحرر صوتيا بين الظهرين يوم الأربعاء لشطر شهر الله الحرم المحرم من عام 44 و400 ألف من هجرة العدن عليه الصلاة والسلام.